سلام ومرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم مع وصفه جديده راح نشارك فيها معكم مربعات الكيك. هذا الكيك اللي راح نخدموه بطريقه بسيطه وسهله، وراح نشكلوه بشكل مربعات، شكل راقي وجميل. خليكم مع الوصفه مع المقادير حتى الاخير.
وهذا هما مربعات الكيك في صحن التقديم اللي كنت شاركتهم معكم لنهار اليوم. نتمنى ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها، واذا جربتوها ما تنسوش تخليوا لي رايكم في الكومنتار. وفي الاخير معليا غير نقولكم اتهلاو بزاف في رواحكم، والى وصفات وفيديوهات اخرى ان شاء الله.